بن أحمد بن مايد الخيلي أيضا غني دائما عن التعريف. هذا الشعار الذي يتواجد على المركز الثاني، شعار هجن الرياسة والبارع الذي أبدع هناك أيضا إبداع جميل. المركز الثالث، أنتقل مباشرة مع الشاهينية على المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن الرياسة، ويقود الشاهينية راشد بن محمد بسم المنصوري. هناك المستحيل يتولى عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع، لحظات الوصول والتدخل من أمزاح لهجن الرياسة. يتقدم راشد بن بخيت بن علي بن مجارح، هنا يتواجد أيضا مدربا لانطلاقة أمزاح. المركز الخامس، الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. خالد بن مر بن حلوة يتواجد في عملية التضمير على المركز الخامس. هناك الوصول من هملولة، وصلت هملولة هنا وتدخلت في هذه اللحظات وفي هذا المسار لهجن الرياسة. علي بن ميل الوهيبي ظاهر المضمرين، من يقدم لنا الهماليل هنا في بهذا الشعار. بينما الوصول والتقدم من هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ويتقدم الزعيم محفوظ بن خميس علي نيبي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. هكذا أيضا السبع المراكز الأولى. أنتقل مباشرة مع اللي خذت المركز الثامن، وصلت شواهين لهجن الرياسة. يتقدم محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، هناك أيضا المضمر لانطلاقة شواهين في هذه اللحظات، والمضمر لهذا الشعار، الشعار الأحمر، ومؤسسة هجن الرياسة، هذه المؤسسة الغنية دائما عن التعريف. المركز العاشر، وصول وتقدم من شواهين أيضا للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يعود إلى الصدارة والمقدمة والمركز الأول شواهين. هناك أيضا مع البداية هلولة، مع الصدارة هلولة، مع المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، الشاهينية وشواهين. هناك أيضا المستحيل يتواجد في عملية التضمير والتدريب، وهناك أيضا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي غني دائما عن التعريف، يتواجد في عملية التدريب والتضمير. المركز الثالث، الوصول من أمزاح لهجن الرياسة. يتقدم راشد بن أخيت بن علي بن مجارح. بينما المركز الرابع، هناك الوصول من مشكورة هو أمزاح وشواهين والشاهينية بشعارات هجن الرياسة، ولكن المضمرين يختلفون الفطاحلة المضمرين. وهناك هملولة وصلت لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس الينيبي. يلا يا ابو ناصر، يتواجد في عملية التدريب والتضمير. وصلت شواهين لهجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي وشواهين ايضا على المركز السادس. هكذا النتيجة للست المراكز الأولى. بينما المركز السابع، وصلت هنا وتقدمت في هذه اللحظات الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. خالد بن مر بن حلوة يتواجد في عملية التضمير، وهناك هملولة لهجن الرياسة، ويقود هملولة علي بن ميل الوهيبي ظافر المضمرين. أبو سعيد يتواجد في عملية التدريب والتضمير. أعود إلى الصدارة هنا، أعود إلى المقدمة. ما شاء الله، الله الله الله، يا سلام يا سلام، الكل هنا في موقع واحد، ستة مراكز في موقع واحد، في مسار واحد، ولكن أمزاح، أمزاح هي صاحبة مقدمة هذا الشوط على المرتبة الأولى، على الكادر الأمامي هنا، على صدارة هذا الشوط. خلي بالك يا ابن مجارح، خلي بالك، هنا أسماء قادمة، هناك فطاحلة قادمين، قادمين بكل قوة هنا. وصل المستحيل مقدم لنا الشاهينية، ولكن هنا محمود يتواجد مع شواهين وشواهين على المركز الثالث والمركز الرابع في هذه اللحظات. وصلنا وشرفنا لائحة الكيلو الأخير، دخلنا في هذا الكيلو. يا سلام يا سلام، صامد صامد
صامت هنا هذا المضمر القدير المميز راشد بن وخيت بن مجارح مع مزاح بشعاره هجن الرياسة. ولكن هنا الشاهينية وشواهين أمزاح صامدة عصاها في الابطان ما حرك حتى هذه اللحظات. الله يا سلام طيور طائرة هنا. الله 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 هناك شعار هجن الرياسة من يقدم هذه النوعيات. ولكن هنا أيضا أمزاح صامدة وهناك هجن الرياسة راشد بن بخيت بن مجارح يتواجد على الصدارة والمقدمة. ولكن شواهين هنا أيضا على اللحظات الأخيرة صاحبة أفضل توقيت زمني هنا في التميز في المرموم هنا هي أمزاح على الصدارة. الله يا سلام ما حركوا حتى هذه اللحظات. مشكور يا أبو بخيت مشكور على هذا الأداء الجميل. ولكن الوصول التقدم هنا سلام لهجن الرياسة سلام لهجن الرياسة سلامي لهذه المؤسسة العملاقة. ومشكور هناك أيضا يا راشد بن بخيت بن مجارح هنا تسلم يمينك. ولكن بدأ التسلل ما في تسلل إلا هناك أمزاح صامدة على الصدارة المركز الثاني. المركز الثاني شاهينية لهجن الرياسة. المركز الثالث شواهين لهجن الرياسة. المركز الرابع شواهين لهجن الرياسة. والمركز الخامس مشكورة لهجن الرياسة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام الخمس المراكز الأولى. هناك أيضا صاحبة أفضل توقيت زمني في ميدان أيضا المرموم وهناك أيضا في التميز. أيضا أعزائي المشاهدين تهانينا والناموس للسيد راشد بن بخيت بن علي بن مجارح قدم مزاح هناك أيضا أعزائي المشاهدين فقدم هنا أيضا هذه الدلول العملاقة المميزة بهذا الشعار شعار هجن الرياسة. التوقيت الزمني والستة كيلو مترات هنا أيضا التوقيت المرافق مع مزاح فهناك أيضا لهجن الرياسة. وشكرا للسيد راشد بن بخيت بن علي بن مجارح يتواجد هنا في عملية التضمير والتدريب. 9 دقائق 8 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا توقيت مميز وجميل. المركز الثاني شاهينية لهجن الرياسة ويتولى عملية التضمير. هناك المستحيل التوقيت الزمني 9 دقائق على المركز الثاني. لحظات الوصول العبور إلى خط النهاية. المركز الثاني 9 دقائق 8 ثواني 8 أجزاء من الثانية. الشاهينية لهجن الرياسة والمضمر هناك أيضا راشد بن محمد والسلام المنصوري بينما المركز الثالث المركز الثالث 9 دقائق 9 ثواني وفاء وتماما وكمالا. تهانينا للشعار هجن الرياسة وللمضمرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات أيها المتابعون أيها المستمعون الأفاضل الكرام عبر